نصيحتي النهارده هي عن السعرات السالبه. يعني ايه سعرات سالبه؟ يعني لما ناكل حاجات يكون فيها سعرات قليله تستهلك من الجسم سعرات اكتر كتير عشان تتهضم. يعني الخضار مثلا والفاكهه تعتبر من السعرات السالبه، مش كل انواع الفاكهه طبعا، الفاكهه اللي هي سكرياتها قليله، لكن تقريبا كل انواع الخضار، السلطات لما بناكلها لو عرفنا سعراتها، لما بتكون سعرات مثلا اقل من 100 سعر واكلنا حاجه اقل من 100 سعر، الجسم بيحتاج حوالي 250 سعر عشان يهضم الحاجه دي. فبالتالي احنا كده خلينا جسمنا يحرق 150 سعر اكتر من الحاجه اللي احنا دخلناها له. يبقى نحاول دايما ندخل في كل وجبه سعرات قليله، الوجبات خصوصا الوجبات اللي هي السناكس تبقى سعراتها قليله تساعد على حرق اكتر. لو قسمنا على مدار اليوم وجبات كل ما كانت صغيره يبقى احنا برضو هنبقى ما زلنا قريبين جدا للسعرات السالبه. فناكل سلطه كتير، ناكل خضار كتير، فاكهه، يبقى فاكهه نوع فاكهه واحد بس في الوجبه. بكده احنا ان شاء الله نحرق سعرات اكتر كتير. هي دي كانت نصيحتي ليكوا النهارده.